الحكايه كده. ماشي يا معلمي، ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي، البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال. ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده؟ ايوه البيت. ماشي. يلا يا زوز سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه؟ يا عم هقول لك ناوي على ايه؟ اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضة، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط يا زوز. توكلنا على الله. تخشريش، ما تخشريش، تعالى. خش. مريم ربك خلصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجه؟ يلا ماطي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصل تعبان شويه. قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. سلام. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي. اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غرس في مية تمانة. جراية متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس، معلم خميس. انا عارف انك مستعجل، وعارف انك مبسوط، وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بيضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص. مش دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. هدي يقول كده برضو على حمام. حمام ايه؟ نقرا الفاتحه؟ وهدي المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. يا زوز بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليل تعيد. ليه تعيد يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي. الف مبروك. الف مبروك يا بدران يا حبيبي. الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه، مزيكا، ولا ابله؟ ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها. خليها تطلع الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرين يا حاج متولي. شكرا شكرا. بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البنت دي. البنت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. علم وينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟
هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المري هيتصرف؟ ده كده البت ممكن تروح فيها. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا عم. أنت شايفنا إيه؟ التانيين أوترة ولا قبضين أرواح؟ يا ابني إحنا مجرد أسباب، لا حيلة لنا في رزق ولا شفاعة في موت. الله، أهو البني آدم كده، البني آدم كده، ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد إيه؟ يليس. يليس بالآخر، عشان الحوار ده صدعني ولوكلو كتير. الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكل وبحلقها. انت دافع حاجه من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي فلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم، وانا اخد الباقي. انت نيت النتانة يا لأ. نيت النية. نتانة. 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 بالنسبة للاثنين الصدى اللي معاك ورا دول. نتانة. نتانة. معلم براءة كفاية، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكته بروح امك عشان تضحك. اخده عشان تبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. برضه. هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. إزازة واحدة أربعة يا برنس. شوف يا شفاعة، أنا مركز أوي 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 أوي. أنا لو شربت المحيط بسكرس، وأنت دريان بالكلام ده كويس. النهاردة يا رجالة مزاجي عالي أوي، مش عايز حد يفصلني. براحتك يا أبويا. أيوة براحتي. أمال براحتك أنت؟ وده خرفوش. ورد يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحفي اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين، عشان فضيحته تبقى بجلاجل، بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم. عم. حد اللي خلفوك. نخلي فضيحتك على التيوب. الغالي. لا لا لا، معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا. افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. اه دماغي. اقعد. ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. الحقي يا ابله رمانه الحقي. ايه في ايه يا بت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره. وتاني يهري وينقط في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر.